نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، هل يفهم منه أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يحرم ماله ودمه؟ نعم، واضح هذا من كلام الرسول، أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهذا لم يخرج من الشرك، لم يخرج من الشرك. الله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله ما يصح إلا بشرط الكفر بالطاغوت أولا، مثل لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم.